بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأستاذ الدكتور وعد عبد الرحيم فرحان، أستاذ طراقة التدريس في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الأنبار. يسرني في هذا اليوم أعزائي أبنائي طلبة المرحلة الرابعة في الكلية أن نشرح سوية محاضرة تحمل عنوان طرائق التدريس، وتسمى في اللغة الإنجليزية Teaching Methods. طرائق التدريس تعني الطريقة أو السلوك الذي تسلكه للوصول إلى الهدف، أو مجموعة من الوسائل المستخدمة لتحقيق غايات تربوية محددة. ويمكن تعريف الطريقة بأنها الوسائل العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ أهداف التعليم وغاياته، والأساليب التي يتبعها المدرس لتوصيل المعلومات إلى طلبته. وتتضمن الطريقة الإجراءات التي يستخدمها المدرس لمساعدة طلبته على تحقيق الأهداف والنتائج المطلوبة من الدرس. وتشتمل هذه الإجراءات التي يتخذها المدرس على المناقشات أو توجيه الأسئلة أو إثارة المشكلات، ما يدعو الطلاب إلى محاولة الاكتشاف أو فرض الفروض. وبالتالي فإن فاعلية ما يقوم به المدرس يتوقف على الطريقة التي يستخدمها في درسه. والطريقة الناجحة هي التي تحقق الأهداف المنشودة في أقل وقت وجهد وبأقل التكاليف. وعموما لا توجد طريقة واحدة نموذجية يمكن اعتمادها في كل درس لتحقيق الأهداف المرجوة من الدرس. فهنالك طريقة ناجحة وفعالة في موقف تعليمي معين، ولكنها غير ناجحة وغير فعالة في موقف تعليمي آخر. ومن المصطلحات الأساسية في مجال التدريس والحدود الفاصلة بينها نذكر منها الآتي. أولا التدريس، ومصطلحها teaching، هو فن توصيل المعلومات والمعارف إلى الطلاب، والإجراءات التي يقوم بها المدرس مع طلبته لإنجاز مهام معينة ولتحقيق أهداف محددة. ثانيا مصطلح التعلم learning، هذا المصطلح هو عبارة عن التغير في سلوك الفرد كنتيجة للاستثارة والخبرة، أي أنه عائد أو نواتج عملية التعلم. وقد يكون تعلم قدرات أو مهارات، وقد يحدث بقصد أو بدون قصد بهدف إحداث تغيير في سلوك المتعلم، سواء كان هذا السلوك معرفي أو سلوك مهاري. المصطلح الآخر هو مصطلح التعليم instruction، يعني أن المدرس يسعى لإحداث تغييرات لدى المتعلم، أي أنه ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق التعلم وإحداث تغيرات سلوكية معرفية بدنية مهارية نفسية. وهو مشروع يتضمن مجموعة من الأنشطة والقرارات التي يتخذها المدرس بهدف نمو المتعلم. وطريقة التدريس والتي تسمى teaching methods
ما هي طريقة التدريس؟ طريقة التدريس هي إجراء منظم ومنسق في استخدام المواد العلمية والمصادر التعليمية وتطبيقها بشكل يؤدي إلى تعلم الطلاب بأسهل الطرق. نأتي إلى مصطلح استراتيجية التدريس، Teaching Strategy. ما هي هذه الاستراتيجية؟ هي خطة عامة للتدريس تشتمل على كل مكونات الموقف التدريسي من أهداف وطرائق تدريس ووسائل تعلم ووسائل تقويم. أما أسلوب التدريس اللي هو Teaching Style، هو إجراءات يتبعها المدرس لتنظيم عملية التعلم وتوجيهها واتخاذ المدرس لطرائق تدريس مختلفة كوسيلة لتعليم الطلاب. وهنا نأتي إلى مصطلح آخر وهو وسيلة التعلم، Teaching Aid. ما هي وسيلة التدريس؟ وسيلة التدريس هي الوسيط الذي يستخدمه المدرس بأسلوبه لتوصيل الأفكار أو المهارات للمتعلمين، ويتوقف اختيار طريقة التدريس على عدة عوامل نذكر منها. أولها الأهداف المنشودة. ما هي الأهداف المنشودة من طرائق التدريس؟ الأهداف المنشودة هي اختيار طريقة التدريس التي ترتبط بأهداف التعلم، فكل طريقة تسهم في تحقيق هدف معين. معنى ذلك أن هنالك عدة أهداف، فالطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف في اكتساب المعارف لا تكون مجدية في تنمية مهارات عملية أو في إكسابهم ميولا واتجاهات، فمن أجل تطوير مهارة التفكير مثل، يعني نستخدم طريقة مثل طريقة حل المشكلات. هذه الطريقة أن هنالك مشكلة يبدأ الطالب بحلها، فهذه واحدة من الأهداف التي ننشدها من طرائق التدريس. ثانيا مستوى المتعلمين. يجب أن تراعى وأن يراعي المدرس والتدريسي عند اختيار الطريقة الفروق الفردية بين المتعلمين. احنا عندنا مراحل، عندما يتحدث مع المرحلة الأولى تختلف عما يتحدث مع المرحلة الثانية والثالثة والمرحلة الرابعة والدراسات العليا وما إلى ذلك، لأن هنالك فروق فردية بين المتعلمين، حيث التعلم وأساليب التفكير، كما تراعى أعمارهم وجنسهم وخلفياتهم الاجتماعية. النقطة الأخرى هو المحتوى العلمي للدرس. المحتوى العلمي للدرس، يؤثر المحتوى في اختيار طريقة التدريس، فلكل درس محتوى وخصائص يراد بها أساليب خاصة لتدريس تلك المادة. ولما كانت المادة متنوعة لذا فإنه من الضروري تنويع الطرق لتتناسب مع طبيعة المادة ومحتواها. وأيضا هنالك مسألة مهمة، دوافع الطلاب ودوافع الطلب، أي تطور رغبات التعلم لديهم. يجب أن تستثير الطريقة دوافع الطلاب للعمل مع المدرس، يعني نبتعد عن الرتابة، لابد من تطوير هذه الرغبات لدى المتعلمين اللي هم طلبتنا، تولد لديهم الاهتمام لبذل الجهد لتحقيق الأهداف
المرجوة. يعني هذا معناته عندما نستثير دوافع الطلبة يتعاون الطالب مع التدريسي لفهم المنهج وبالتالي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الدرس أو ذاك. النقطة الأخرى المهمة هي الإمكانات المادية المتاحة. ينبغي على المدرس التعرف على مختلف الإمكانات المتاحة والتي يمكن توفيرها. ففي ميدان التربية البدنية وعلوم الرياضة في الدرس العملي والدرس التطبيقي وحتى في الدرس النظري لا بد من توفير هذه الإمكانات، ومنها الملاعب، الأدوات الصغيرة، الأجهزة، الوسائل التعليمية، المراجع وما إلى ذلك. ويجب أن ندرك أهمية هذه الإمكانات، فهي تيسر للمدرس اختيار الطريقة المناسبة. إذن على المدرس أن يكون ملما بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب حتى يكون ناجحا وفاعلا في تدريسه. النقطة المهمة الأخرى هي التقويم. التقويم هي أن تحفز الطريقة المستخدمة الطلاب على أولا التقويم الذاتي ودراسة النتائج result، وهذه النتائج اللي يصلون إليها والاستفادة منها مستقبلا. مهم جدا عمليات التقويم، التقويم الذاتي والتقويم الموضوعي وتقويم المدرس وإشراك الأجهزة والاختبارات وما والمعايير وما إلى ذلك. وطرائق التدريس تبنى على قواعد أساسية، very important rules. ما هي هذه القواعد الأساسية؟ أولا أن التربية هي إحدى العمليات التي يجب أن تهتم بالطالب من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والعاطفية، لذا لا بد من الاهتمام بطريقة التدريس وقواعدها. لماذا؟ لتسهيل مهمة المدرس في توصيل المعلومات وتحقيق الأهداف بفاعلية، معناته بأقل جهد وبسرعة، كما تحقق أهداف الطالب في التعلم والنمو السليم. كيف؟ أولا التدرج من المعلوم إلى المجهول. لا يستطيع الطالب أن يدرك المعلومات الجديدة إلا إذا ارتبطت بالمعلومات القديمة السابقة، وعليه التدريس يجب أن يبدأ في كل محاضرة بإعادة ما توصل إليه في المحاضرة السابقة حتى يربط بين المحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية، وينشئ عنها حقائق متماسكة. لذا يجب على المدرس الاستفادة من المعلومات السابقة لدى الطلاب من أجل تشويقهم وإثارة اهتمامهم عند تعليمهم مهارة جديدة. مثال ذلك التصويت في كرة السلة أو في كرة اليد. يجب أن يبدأ المدرس أولا بتعليمهم مهارة الرمي، ومن ثم يذهب إلى التصويت. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية هي التدرج من البسيط إلى المركب، وتبنى هذه القاعدة على أن العقل يدرك الأشياء ككل أولا، ثم يتبين الأجزاء والتفاصيل بعد ذلك. فيبدأ المدرس في تعليم الطالب على سبيل المثال الوثب العالي مثلا من الثبات، وقبل تعلم خطوات الاختراق، أولا نتعلم من الثبات وبعدها نأتي إلى خطوات الاقتراب للقفز العارض. القاعدة الأخرى هي التدرج من المحسوس إلى المعقول،
الطالب يدرك أولا التجارب الحسية قبل الانتقال إلى التجارب المعنوية المجردة. فالمدرس يجب أن يعلم أو يعلم الطالب أداء على سبيل المثال الدحرجة الأمامية قبل شرح القاعدة الميكانيكية التي يبنى عليها الأداء، كما يجب على المدرس الاستعانة بالوسائل التعليمية لاستخدام أكبر عدد ممكن من الحواس حتى يدركوا المعنى إدراكا صحيحا. الطالب إذا ما يكون عنده إدراك صحيح بالتالي أداء يكون أداء منقوص وأداء غير جيد. القاعدة الأخرى هي الانتقال من العملي إلى النظري. على المدرس أن يتخذ هذه القاعدة ليرشد الطلاب إلى البحث في الحقائق للوصول إلى معنى ما يحيط بهم. فيجب على المدرس على سبيل المثال تدريس الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة تدريسا عمليا قبل الخوض في القوانين التي تحكم اللعبة نظريا، يتفهمها الطالب يمارسها وبعدين نأتي إلى تدريسها بشكل نظري. نأتي هنا إلى شروط ومعايير اختيار الطريقة والوسيلة والأسلوب المناسب للتدريس. أولا يجب أن تكون الطريقة والوسيلة ملائمة للهدف المحدد. في كل درس ضمن الخطة عندنا هدف، فيجب أن تتوافق وتتلائم الطريقة والوسيلة مع الهدف المرسوم والهدف المحدد من قبل التدريسي قبل دخول المحاضرة. ويجب اختيار المدرس الطريقة للتدريس والوسيلة التي يستخدمها في ضوء الهدف المحدد للدرس، ويجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة حتى لا يكون المدرس عرضة للتشتت والارتباك في اختياره للطرق والوسائل المناسبة. أي يجب صياغة الأهداف على نحو دقيق وبطريقة سلوكية إجرائية سليمة. ثانيا من هذه الشروط والمعايير ملائمة الطريقة والوسيلة للمحتوى. كيف؟ يجب أن تتلائم الطريقة والوسيلة للمحتوى لأن المحتوى يعتبر ترجمة للأهداف، كما أن محتوى الدرس اليومي أداة لتحقيق هذه الأهداف الموضوعة. لذا يجب على المدرس التعرف على المحتوى لكي يستطيع أن يختار المناسب من هذه الطرق والوسائل. النقطة الثالثة الطريقة والوسيلة يجب أن تكون ملائمة لمستوى نضج الطلاب، وبذلك يجب على المدرس دراسة الخبرات السابقة لطلبته حتى يستطيع اختيار الوسيلة والطريقة التي تتناسب مع اهتماماتهم ومستوى نضجهم العقلي والبدني في المراحل العمرية المختلفة، بالإضافة إلى الفروق الفردية المتباينة بينهم في الرغبات والميول والاستعداد وطريقة التفكير وعدم مناسبة الطريقة لمستوى النضج، يؤدي إلى عدم إثارة دوافع الطلاب نحو المادة. النقطة الأخرى هي يجب أن تكون هذه الطريقة والوسيلة ملائمة للمدرس، لأن الخصائص الشخصية والإعداد المهني والخبرة والذكاء كلها ميزات قد ينفرد المدرس ببعض منها
وقد لا تتوفر في غيره من المدرسين. فبعض المدرسين لديهم القدرة على عرض المهارة بأسلوب شيق، وهناك من المدرسين الذين تتوفر لديهم خلفية كافية عن المحتوى وتنعدم عند آخرين، وهكذا تتنوع قدرات المدرسين وسماتهم الشخصية. فالمدرس الكف هو الذي يكون مدركا لقدراته فيختار الطريقة والوسيلة الملائمة لهذه القدرات حتى لا يتعرض لا سمح الله للفشل. النقطة الخامسة، ملائمة الطريقة والوسيلة للزمن. في مدارسنا، في معاهدنا، في كلياتنا نجد أن المنهج ينقسم إلى وحدات دراسية موزعة على أسابيع، وكل نشاط مخصص له عدد من الدروس في مدة زمنية محددة بغض النظر عن حجم أو صعوبة المهارة، ما ينتج عنه تفاوت في استقبال واستيعاب المهارات من قبل الطلبة حسب التفاوت في القدرات والاستعدادات. لذا يجب على المدرس أن يختار الطريقة المناسبة للزمن المتاح والتي تؤدي في النهاية إلى تدريس فعال. سادسا، ملائمة الطريقة والوسيلة للإمكانات. عند اختيار المدرس لإحدى طرائق التدريس يجب عليه اختيار الطريقة التي تتناسب بما هو متاح من إمكانات في المدرسة، في المعهد، في الكلية، حتى يستطيع أن يحقق الأهداف وينفذ المادة المكلف بها عن طريق المحاضرة النظرية أو المحاضرة العملية أو المحاضرة التطبيقية. سابعا، التنوع في الطريقة والوسيلة. المقصود بذلك هو عدم اعتماد المدرس على طريقة أو أسلوب واحد أثناء تدريسه، إذ أن ذلك يقلل من دافعية الإنجاز لدى الطلبة. فالطلاب يحتاجون دوما إلى التنوع لزيادة التركيز لديهم وجذب انتباههم منذ بداية الدرس حتى نهايته. النقطة الثامنة هي مدى مشاركة الطلاب، يعني ذلك استخدام المدرس لطرائق ووسائل يضمن من خلالها استخدام أو مشاركة الطالب أو الطلبة للمدرس في تنفيذ الدرس، كما تضمن اشتراك أكبر عدد ممكن من الطلاب وتحملهم مسؤوليات عديدة، وهذا يستهدف اكتساب الطلاب اتجاهات ومهارات متعددة بالإضافة إلى الحقائق والمعارف والمفاهيم التي يتضمنها المحتوى الدراسي. إذن في هذه النقطة لابد أن نركز على مشاركة الطالب، لأن العملية التربوية وكما تعلمون تبنى على ثلاث: المدرس والطالب والمنهج. فمشاركة الطالب مع المدرس في تنفيذ المنهج مسألة ضرورية وفي غاية الأهمية. نأتي هنا إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع العمليات التدريسية. والعمليات التدريسية تتضمن أولا عملية التحضير. عملية التحضير تعني ذلك تخطيط المدرس للدرس والتهيئة لتنفيذه، ويشمل ذلك على عدة إجراءات. وهذا يجرنا إلى مسألة فهم وظائف الإدارة. أول وظائف الإدارة هي التخطيط والتنظيم وما إلى ذلك من رقابة ومتابعة. وكذا الحال بالنسبة لعناصر المنهاج الذي يبدأ بالأهداف ثم المحتوى والطرائق والأساليب والأنشطة وآخرها التقويم. إذن عملية التحضير تشمل على إجراءات. ما هي هذه الإجراءات؟ أولا
تحديد الأهداف التعليمية العامة. لا بد على التدريس والمدرس أن يحدد الأهداف العامة. ثانياً، تقويم قدرات الطلاب قبل بدء التدريس. والنقطة الثالثة هو تخطيط وتحضير الأنشطة التعليمية. النقطة الرابعة تحضير الأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس، زائدا إعداد طرائق وأساليب التدريس. والنقطة الأخرى هو تهيئة وتحضير بيئة الدرس. هذه نقاط يجب أن نضعها عندما نريد أن نحضر لتنفيذ أي درس من الدروس. ثانيا، عملية التنفيذ. عملية التنفيذ تشمل جميع السلوكيات التي تستخدم في التدريس لأنها تعتمد على عملية التحضير السابقة، وتشمل عملية التنفيذ على إجراءات. من هذه الإجراءات أولاً التهيئة النفسية للطلاب للعملية التعليمية. هذه واحدة من واجبات التدريس، يجب أن يهيئ الطلاب نفسياً قبل بدء المحاضرة. ثانياً، استخدام الأنشطة التعليمية المختلفة، يتنوع في استخدام هذه الأنشطة. النقطة الأخرى، توجيه الطلاب نحو الأداء السليم والأداء الصحيح، خاصة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. هنالك دروس عملية ودروس تطبيقية تتطلب التوجيه المستمر للطلاب، خاصة في استخدام الأجهزة والأدوات حتى لا تحدث إصابات. كيف نتوقع لهذه الخطوات؟ من خلال التوجيه المستمر نحو الأداء السليم. النقطة الأخرى، الإرشاد والضبط للطلاب أثناء الأداء، وهذا يتوقف على أيضا إمكانية التدريس في تحضير مادته وتحضير مستلزمات عمليات التنفيذ. النقطة الأخرى هي الاستخدام السليم للأجهزة والأدوات، وعليه التدريسي يجب أن يفحص الأجهزة والأدوات قبل المحاضرة وأن يهيئها تهيئة فنية جيدة حتى لا توقع الطالب في إشكالات هو في غنى عنها. وأيضا الاستفادة الكاملة من الزمن المتاح. أنا عندي محاضرة 45 دقيقة، عندي محاضرة 90 دقيقة، يجب أن أخطط إلى بداية المحاضرة وإلى نهاية المحاضرة. كيف أوزع هذا الوقت؟ أوزعه من خلال تخطيط ومن خلال كتابة محتوى جيد حتى لا أقع في خلل أو لا أشتت المحاضرة، وبالتالي الاستفادة تكون قليلة، وهذا يولد عدم تحقيق للأهداف المرسومة من وراء هذه المحاضرة أو تلك. وختاما في عملية التنفيذ، طبعا لابد من تقويم الطلاب أثناء وبعد عمليات التدريس. طبعا هذا مهم جدا، عمليات التقويم يجب أن تأخذ مداها في هذه العملية. ختاما أشكر لكم استماعكم، إلى المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.